ساش هيشغلنا ريكورد وهي شير سكرين وهي اشير شاشتي كامله ونرجع احنا لمحاضرتنا اللي هي كنا بتشابتر واحد وصلنا لعند اللي هي المشين لانجويج قلنا او خلينا عند الهاي ليفل يعني وصلنا شرحنا المره الماضيه المشين لانجويج والاسمبلي ووصلنا للهاي ليفل. للتذكير دائما الكمبيوتر اي برنامج مخزن على الهارد ديسك بصيغه ماشين لانجويج دائما يعني بلغه الاله دائما عباره عن مجموعه من الاصفار الواحده نسحبه بنحطه وين في الرام. الرام بتحمل البرنامج اللي بده يشتغل حاليا مع الداتا تبعته وبتبعتهم للسي بي يو. السي بي يو كيف باخذ البيانات؟ لاحظوا هاي البيانات زي شكلها كيف باخذها؟ باخذها على مبدا سايكل دوره جيب التعليمه جيبها من الرام حللها شو هي؟ هل هي جمع طرح ضرب قسمه مقارنه منطقيه العمليات تبعته. ورجيتكم كيف المره الماضيه المشين لانجويج بتشتغل انه من كل ناس بصنعوا السي بي يو بيعملوا انستراكشن سيت خاص فيهم كيف يعالج التعليمات فبيعمل فيتش ديكود واكسكيوت يعني هات التعليمه شوف له شو هي هل هي جمع طرح ضرب قسمه بعدين روح نفذها بنفذها تمام. قلنا المشين لانجويج اللي ورجيتكم اياها المره الماضيه على الاكسل انه الواحد يقعد يكتب مثلا البايت الاولى 8 اصفار ووحدات البايت الثانيه مثلا من الريجستر البايت الثالثه والرابعه مثلا شو الداتا فكان يضطر الواحد يقعد يكتب عشان يكتب تعليمه واحده 32 خانه ثنائيه. هذا الحكي ما رغب الناس الناس يقول لك يعني العدد اللي بيشتغلوا على هذا الحكي قليل جدا صار يكون نجذب الناس للبرمجه على اساس الناس يستخدموا الكمبيوتر واصير ابيع وبالنهايه بزنس هذا فلوس. انا وعمي بدال ما نقعد نكتب لغه اله اصفار وحدات شو عملنا؟ عملنا شيء اسمه اسمبلي. الاسمبلي اللي هي معناها تجميع انه بدل ما اقعد احط الثمان وحدات هذول والثمانيه الثانيين وال16 الثانيين لا يا عم تعال اختصرهم اختصارات جمعت اختصارات صغيره توفي بالاوامر فبدل ما اقعد اكتب حط هون واجمع وكذا صرنا نختصرها ككتابه مبسطه اختصارات موف اد موف اللي هي موف يعني حط في الذاكره يعني حط مثلا زد مثلا في الريجستري بعدين ضيف على الريجستري اثنين بعدين جيب قيمة الريجستري وحطها بواي على سبيل المثال. فاختصروا أوامر مبسطة عملوها سميناها مينيموكس مينيموكس عفوا اللي هي اختصارات بدل ما عاد أكتب باينري. هلأ النقطة الأساسية اللي نفهمها الكمبيوتر ما بفهم موف وآد ومل وديف والشغلات هاي ما بفهمها الكمبيوتر بس بفهم إيش ماشين لانجوج اللي هي الباينري تمام. فهلأ هذا ما بيقدر الكمبيوتر ينفذه إلا إذا تمت ترجمته للغة إيش الآلة. فبالتالي لما واحد يسألك بقول لك مين راح يكون وقت تنفيذه أسرع البرنامج مكتوب بلغة الآلة ولا مكتوب بالأسمبلي؟ لغة الآلة مباشر لأنه هذا اللي فاهمه الكمبيوتر. بينما الأسمبلي الكود تبعك مكتوب ما راح ينفذه الكمبيوتر إلا لما يأخذ الأسمبلر المترجم تبعهم اللي هو بفكك هاي الاختصارات ويحولها للغة الآلة وبعدين الكمبيوتر بنفذها تمام. فاحنا صرنا نحكي لغه الاسمبلي هي لو ليفل لانجويج. لو ليفل لانجويج هي اقرب للكمبيوتر. واحد بيقول لي كيف يعني اقرب للكمبيوتر؟ يعني اللي يكتب تعليمات الاسمبلي لازم يكون مدرك انه شو هي الاوامر وين الريجستري وكيف يعني الصيغه يعني دائما الامر بعدين مين الريجستري بدي اثر عليه وشو القيمه اللي بدي اسويها. هيك بيكون فاهم اللي بده يبرمج بيكون فاهم اليه الكمبيوتر. هذا الحكي ساعد في انتشار البرمجه بس برضه لسه محدود. الناس بتقول لك عمي شوي تقيل الاسمبلي يعني مش عاجبني مش مرتاح. اجوا عشان يرغبوا الناس اكثر صاروا يعملوا لغات برمجه اسمها هاي ليفل لانجويج. هاي ليفل المقصود فيها اقرب لمين؟ للبني ادم مش اقرب للكمبيوتر اقرب للبني ادم فسميناها هاي ليفل. طب واحد بيقول ليش هاي ليفل؟ لانه تعليماتها اقرب للغتي انا يعني بقول له برنت يعني اطبع ريد اقرا اف مثلا كذا كذا اف يعني بحكي جمله شرطيه انا قاعد اذا كان هيك سوي كذا كذا. هاي لغه اقرب للغه البشر. هاي صرنا نسميها الهاي ليفل لانجويج. من امثلتها مثلا لغه برمجه السي الجافا الباسكال البايثون الكوتلين واللغات الحديثه كلها اللي موجوده هلا تعتبر هاي ليفل لانجويج. تذكروا معي ملاحظات اساسيه عن الهاي ليفل لانجويج. كل لغه برمجه الها has its own set of words. دائما في لها مجموعه من الكلمات الخاصه فيها تسميها keywords او reserved words يعني كلمات خاصه في هاي اللغه that the programmer must learn in order to use that language.
لهذه الكلمات يجب على المبرمج أن يتعلمها ويحفظها عشان يقدر يشتغل على لغة البرمجة. فواحد بيقول لك أنا بعرف أشتغل على لغة سي، أنا بقول لك أنا بشتغل جافا، أنا بقول لك أنا بشتغل في بي. ليش كل واحد بيشتغل؟ لأنه مش كل لغات البرمجة نفس السنتكس نفس الصيغة، كل واحدة إلها تعليمات خاصة فيها، فلازم المبرمج يكون مدرك هاي التعليمات. Programming language have operators that perform various operations on data. دائما لغات البرمجة عندها عمليات بتمكنها إنها تنفذ عدة تعليمات أو عدة أوامر على الداتا الموجودة عندها، تعالجها، جمع، طرح، فلترة، أوامر جاهزة، في عندك عدة operators إلها. لغات البرمجة برضو إلها إشي اسمه syntax. واحد بيقول لي شو يعني syntax؟ شروط الكتابة، هي عبارة عن مجموعة، هيها a set of rules that must be strictly followed when writing a program. هي مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها بحذافيرها لكتابة البرنامج. هلا بورجيكم مثال عليها. The individual instruction that you use to write a program. كل سطر تكتبه في برنامجك، كل تعليم تكتبها في برنامجك، في الماشين لانجوج في الاسمبلي كنا نسميها instruction. هلا في الهاي ليفل لانجوج كل سطر بتكتبه شو بنسميه؟ نسميه ايش؟ statement. ايش بسميه؟ statement. يعني واحد بيقول طب ورجيني هيك مثال بسيط، يعني هي عشان تشوفوا معي. مثلا انا عندي برنامج اسمه النت بينز، هذا بتيح لي ابرمج جافا. جافا هي لغه برمجه هاي ليفل لانجوج على سبيل المثال. فبقول له حط طيب، هلا شو يعني لغات البرمجه إلها كلمات خاصه كيورد؟ يعني لاحظوا هاي مثلا، خلينا ازيح والله الزوم، هاي هذا الزوم هون، هاي مثلا دعم المشروع جديد، هاي جافا، جافا ابلكيشن مثلا، وات ايفر، شكرا، هاي فينشت، هاي انشط. هلا هاي هذه لغه برمجه. واحد بيقول لي كيف يعني في إلها كيوردز، في كلمات أساسية محجوزة؟ لاحظ مثلا كلمة public، class، static، void، هاي كلمات محجوزة للغة. واحد بيقول لي كيف يعني؟ يعني عشان أوضح لكم، مثلا أنا بدي أفهم الكمبيوتر، بدي أتعامل مع أرقام، ما احنا قلنا الكمبيوتر مش ذكي، فبدي أقول له أنا بدي أتعامل هلأ مع رقم يا إما صحيح يا إما كسري. بالانجليزي الارقام الصحيحه بنسميها انتجر. فتطلع مثلا لغه الجافا بقول لك لما بدك تعرف قيمه رقميه صحيحه بتكتب كلمه انت. هلا هاي كيورد في الجافا انه معناها احجز قيمه كسريه، مثلا بدي اسميها اكس، قيمه عفوا صحيحه، اكس وتساوي قديش؟ 10. وفي سنتكس، في اليه كتابه انك تكتب فيها. مثلا واحد بيقول لي كيف اليه الكتابه؟ يعني انا لما بدي اعرف للكمبيوتر قيمه رقميه بقول له شو نوعها، اول شيء احدد الداتا تايب تبعتها شو نوعها، شو الموقع اللي بدي اخزن فيه القيمه هيها، ويساوي 10. هاي بنسميها سنتكس، اليه كتابه. مثلا طب واحد بيقول لي شو الاوبريتورز؟ ما تطلع هون ما احسنها. مثلا بدي اقول في عندي دبل دبل واي، واحد بيقول لي شو يعني دبل واي؟ دبل واي يعني قيمه كسريه، وتساوي اكس زائد مثلا 3 تقسيم 6 على سبيل المثال بهذا الشكل 6.0 مثلا، خلينا نحطها مجازا. واحد بيقول لي شو هاي؟ هاي هدول operations بنسميهم على سبيل المثال، عمليات، جمع، طرح، ضرب، قسمة. لاحظ لما شرحت المرة الماضية بالماشين لانجوج الجمع والطرح كيف كنا نكتبهم؟ أصفار ووحدات، والطرح نفصله ثلاث عمليات، أوجد الوانز كومبلمنت، بعدين أوجد التوز كومبلمنت، بعدين اجمعه. فأنا مش مضطر عاد أكتب هذا الحكي. يعني مثلا لو كانت هاي زي هيك مش مضطر عاد أكتب، ما إلي كيف الكمبيوتر بيشتغل، أنا بكتب تعليمات هاي ليفل تتناسب مع لغة الجافا وهي أقرب إلي بالصيغة كبني آدم. تمام. فمثلا بدي اقطع، باجي بقول له هون system.out.println. system يا نظام، output كلمه out اختصار كلمه output، print line اطبع سطر وانزل لتحت، افتح سطر جديد بس تطبع. فمثلا واحد بيقول لي طيب، بقول له مثلا اطبع لي حرفيا y تساوي، وادمج في لها قيمه ال y على سبيل المثال. فبقول له واحد طيب، بقول له مثلا ها هيدا شكل البرنامجي، بس اشغله بيجي بيحجز هدول وبيعمل تعليمات. لاحظ هي اشتغل، شو قال لي؟ قال لي قيمة واي بالنهاية، يعني حسبت لك اياها كمبيوتر قديش قيمة واي؟ 9.5. لاحظ هذا الحكي اللي انا كتبته بثلاث اسطر على السريع، لو بدي اكتبه بالماشين لانجوج بجوز بدي مش ثلاث اسطر، بدي بحدود مثلا 30 40 سطر عشان امثل هذا الكلام. منها كيف اعرفه انه يحط الداتا، كيف يسوي العمليات، العمليات مش هيك تتم في الماشين لانجوج، كل وحده لحالها. قال له في البدايه الواي تساوي الاكس، بعدين اطرح من الواي 3، بعدين اقسم الناتج على، او عفوا اول شيء قسم 3 على 6، الناتج روح اطرحه من الاكس، يعني بدي افصل له اياها تفصيل. الهاي ليفل لانجوج مش مضطر على هذا الحكي. هاي هي الهاي ليفل لانجوج. طبعا هون كل هاي ليفل لانجوج لها صيغه،
يعني مثلا بالجافا هيك بنحكي. طب مثلا في الفيجوال بيسك، في لغه اسمها فيجوال بيسك مثلا، في عندك برنت، بدل ما اطبع احكي له سيستم دوت اوت شو بقول له برنت. فلاحظ هلا برنت هون اعطاني تحت منها احمر، لانه في الجافا فيش شيء اسمه برنت، بس مثلا في الفيجوال بيسك في برنت. بالسي فيش مثلا سيستم دوت اوت، بالسي بنحكي سي اوت. سي اوت يعني عمليه الاوتبوت، سي اوت وبكتب بهاي الصيغه مثلا اطبع كذا 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 بطبع. فكل لغه لها سنتكس خاص فيها ولها كي ووردز خاصه فيها. برجع واحد بيقول لي طب اجين شو يعني السنتكس؟ السنتكس هي شروط كتابه الجمل. يعني واحد بيقول لك كيف يعني مثلا انا لما بطبع اي شيء بطبع بحطه بين قوسين، هاي القوس البدايه هاي القوس النهايه، فمثلا بصير اجي اشطب قوس النهايه، مجرد ما شطبته مباشره ايش بعطيني تحت منه احمر بيقول لي خطا، انت خالفت شروط قواعد اللغه. مثلا كسنتكس مثلا اي عمليه حسابيه جمع طرح ضرب قسمه لازم يكون لها دائما كم طرف؟ طرفين. فمثلا ما بصير اجي اكتب اكس ناقص مثلا اشطب ثلاثه، احط عمليه حسابيه تليها عمليه حسابيه بيعترض. السنتكس هي لها قاعده انه العمليات الحسابيه لازم يكون لها على الاقل طرفين. تعليمات الجافا غالبيتها تنتهي بفاصله منقوطه اللي هي السيمي كولن، بصيرش اشطبها، لانه الكمبيوتر ما بيعرف نهايه الجمله بالانتر، انما بيعرفها لما اوصل للسيمي كولن. يعني بقدر اكتب زي ما بدي مثلا، هاي اجي انزل هاي هون وهيك احطها، هذا مش غلط للكمبيوتر. هاي بالنسبه للكمبيوتر هدول سطر واحد. كيف الكمبيوتر بيعرف انه انتهت الجمله هاي؟ لما يوصل للسيمي كولن، عشان اريح البني ادم هو يكتب على سبيل المثال. هذا بنسميه اللي هي الهاي ليفل لانجوج، الها كي ووردز كلمات محجوزه، الها قواعد، الها اوبريتورز تمكنك تحسب عده شغلات، جمع طرح ضرب قسمه، وراح تشوفوا عمليات منطقيه، وفي اوامر جاهزه ثانيه كثير لما تبلشوا في البرمجه، وفي لها سنتكس قواعد لغه. وكل جمله كتبتها من هاي الجمل اللي انا كتبتها قبل شوي شو بنسميها؟ ستيتمنت، جمله برمجيه. تمام. هلا نرجع نفس القصه. البرنامج اللي انا كتبته هذا ما بفهم الكمبيوتر، هذه مش لغه الكمبيوتر يفهمها، هاي لغه برمجه، هاي خلينا اشطبها بنشيا. هلا هذا البرنامج عشان الكمبيوتر ينفذه، لاحظه لما بعمل هون رن، لاحظتوا اذا انتبهتوا هون على المنطقه السفليه هي اجينا وقف هاي، خلينا نزيد الزوم، وقف هاي. هلا بس اشغل، بس اشغل هون، لاحظ شو بصير عندي هون، شو اللي بصير؟ اللي بصير انه بس اعمل رن باخذ البرنامج هذا تبع الجافا، باخذ تعليماتي هاي بحولها للزيرو 1، ايوه بحولها للماشين لانجوج بعدين عن طريق كومبايلر. كومبايلر هلا عشان احولها بيجي عندنا شغلتين، شيء اسمه كومبايلر وشيء اسمه انتربريتر، اللي هو دائما بشوف فيه لغط كثير فيه عند الطلاب. شو الفرق بين كومبايلر وانتربريتر يا شباب؟ مين يجاوب؟ دكتور الكومبايلر بياخذ المعلومه، يعني بياخذ المعلومه بعدين بحولها، اما هذاك معلومه معلومه ببلاش ياخذ 100%. يعني انت هيك قربت الفكره. الكومبايلر شو مبداه؟ دائما لغات البرمجه قبل ما تحولها للماشين لانجويج بدك تتاكد من صحتها. يعني واحد بيقول لي كيف؟ يعني وانا قاعد بكتب هل كودي صحيح ولا لا؟ يعني واحد بيقول لي كيف كودك صحيح؟ يعني مثلا انا مش حاطط داتا تايب هيك قلت مباشره اكس، طب انا ككمبيوتر شو اكس؟ هل هي ارقام؟ هل هي اسماء؟ هل هي احرف؟ ما بعرف. هلا وظيفه الكومبايلر قبل ما احول للماشين لانجويج، لانه الماشين اذا اعطيتها شيء غلط ما بتعرفش تتصرف. يعني صار خلل معاه تقول له كيف احنا مثلا بني ادم بقول لك روح سوي كذا كذا، اذا صار خلل انت عندك بديهه تتخذ قرار انه اعمل هيك كذا كذا كذا، مثلا رحت اشتري ايه والله ما معيش مصاري، خلاص هيك بقعد بعيط بضل واقف مكانه بتنح. لا احنا البني ادمين عندنا بديهه، بقول استنى والله عفوا ناسي محفظتي بالسياره خليني اجيبها، او مثلا خليني اروح على البنك اسحب لك، بعرف اتخذ قرار لحالي. كمبيوتر ممنوع يتخذ قرار لحاله، ما بيعرف انت بدك توجهه، اذا صار خطا فيه ما بيقدر يمشي، بيعطيك ربش داتا، بيعطيك بيانات ما إلها معنى. تمام؟ او بيعلم خلص. احنا هدفنا انه البرنامج ينتج شغله. فانت دائما الكومبايلر وظيفته هو الانتربريتر، يشيك على صحه تعليماتك من صيغه كتابه. كصيغه كتابه انه كاتب صح ولا مش صح، اما شو مقصدك ما إلي فيك. قصدي اجمع، قصدي اطرح ما إلي فيك، انا قصدي انت في عندي مجموعه قواعد مشيت عليها ولا لا. هلا اذا ما في القواعد هاي بترجم برنامجك للغه الاله. هلا الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر، الكومبايلر
بيحول البرنامج كله للغة الآلة دفعة واحدة. كيف يعني دفعة واحدة؟ يعني طلع كيف الكومبايلر مثلا لو بيجي يتعامل مع برنامجي هذا، خليني أرجع هاي هون، بيجي بيمسك السطر الأول، هل هذا السطر صحيح كقواعد لغة كسنتكس بنسميها؟ هل طبقت قواعد الجافا؟ نعم. فبقول خلاص أوكي ترجم هذا. بعدين هل هذا السطر صحيح؟ نعم ترجمه. هل هذا السطر صحيح؟ نعم ترجمه. هلا باخذ التعليمات اللي انت كتبتها وبحولها للغه الاله وجهزها بفايل جديد، فبنتج عندك ترجمه برنامجك كامل بفايل واحد، تمام؟ اللي هو احنا بنحكي لها في البرمجه كان في عندي سورس كود، برنامج مصدري اللي هو كتبه المبرمج، يتحول لاوبجكت كود. اوبجكت كود اللي هو البرنامج الهدفي اللي بدي الكمبيوتر، الهدف من برنامج انه الكمبيوتر ينفذه. فالكومبايلر بأخذ التعليمات كلها وبحولها لتعليمات المشين. بعد ما ينتج هذا الفايل، ينتج فايل كامل يحتوي كل الترجمة لبرنامجي، بأخذ هذا الفايل اللي هو عبارة عن ماشين لانجويج، اللي هو صار ماشين لانجويج، بقول للسيبيو روح نفذه. فيعني بترجم برنامجي دفعة واحدة لفايل، بعدين بروح بأخذ الفايل وبنفذه. طب والانتربريتر؟ هلا المغالطه الكبرى بلاحظ الطلاب شو بيقولوا لي، او بيجي بيقول الانتربريتر باخذ المشين لانجويج، بقول له اه يا حبيبي وبرجع لك اياها لهاي ليفل لانجويج. بقول له طب شو الهدف؟ لا يعني قبل هو غلط طبعا هيك 100%، بس شو الهدف انه اخذ المشين لانجويج وارجعها لهاي ليفل لانجويج؟ طب لما رجعتها لهاي ليفل لانجويج شو استفدت يعني؟ مين بدي انفذها انا كبني ادم؟ الكمبيوتر اللي بدي اياه ينفذ. الانتربريتر والكومبايلر الاثنين بيترجموا للغة الآلة، بس المفارقة كالتالي: هذا البرنامج لو بدي نفذه كانتربريتر بيجي بأخذ التعليم الأولى، هل هي صحيحة؟ آه والله صحيحة. مش بروح بخزنها بفايل، بروح ببعثها للسيبيو بقول له يلا نفذها. إيش بسوي؟ بروح ببعثها للسيبيو بنفذها، وأنا كنت أخزنها بفايل تاني أضيفها على فايل لحد ما أكمل كل الفايل، بعدين بروح ببعثه للسيبيو. بالانتربريتر لا، بقول له يلا تعال خذ التعليم الأولى صح، ابعتها للسي بي يو ترجمتها، نعم ابعتها للسي بي يو ينفذها. طيب يلا التعليم الثاني خذها صح، اه والله صح ابعتها للسي بي يو ينفذها. التعليم الثالث صح، اه والله صح ابعتها للسي بي يو ينفذها. معناته اسرع من الكومبايلر. ايوه اسمه هلا بنحكي، هلا في شيء اسرع وفي شيء ابطا، هنشوف السيناريوز ومش دائما احكم هيك وهيك. تعال شوفوا معي هلا هون لما اجي احكي مثلا طلع الانتربريتر كرسمه، هي برنامج باخذ سطر سطر ترجم السطر، مش بحطه زي هون بفايل وبعد ما اخلص كل الفايل ابعته للسي بي يو، لا هون باخذ التعليمه ترجمتها شو بسوي مباشره ببعثها لمين؟ السي بي يو. ايوه عشان لا بنطوا الناس بيحكوا لي مين الاسرع. طلع كيف هلا اذا بدك طلع هون افرجيكم شغله هلا. مثلا واحد بيقول لي كيف بدي احكم اسرع؟ تعال انت شغل مخك شوي. لو احنا كومبايلر، احنا لا مش انتربريتر، كومبايلر مثلا هي هذه الجمله ضبط القوس. فلاحظ احنا هون الجافا حكت المباشره انها ايرور لان بشر يعني ميزتها، هلا نعتبر حالنا لسه كمبيوتر. فطلع هلا شو العبء على الكمبيوتر وقول لي مين الاسرع. هلا لو كومبايلر السطر الاول صح، نعم ترجمه وخزنه بالفايل ما تنفذه، تمام. السطر الثاني صح، نعم صح ترجمه وخزنه بالفايل لا تنفذه. بعدين السطر الثالث غلط صح، عفوا لا والله مش صح، شو سوي؟ وقف كل شيء، اعمل رول باك، يعني كل ترجمتهم اول شيلهم وارجع اعطي للمبرمج ايرور انه في عندك غلط ناقص عندك قوس. بعدين بيجي المبرمج بحط قوس هون وبرجع ببلش عمليه الكومبايليشن من اول وجديد، برجع بعاود يقرا البرنامج من اول وجديد. والواحد طيب يعني نفذت كم عمليه تشييك؟ ثلاثه عمليه تخزين. طب ثواني، هذا الكومبايلر. طب الانتربريتر لو كان القوس هذا مشطوب، يلا تعليم الأولى صح، نعم صح ترجمها ونفذها، نفذت كم تعليم هون؟ تعليمتين. سويت أول شيء ترجمتها، وإيش سويت؟ نفذت ترجمتها وخليت السي بي يو ينفذها هناك بالكومبايلر، ما نفذها نخزن نجهز فايل وبعدين نعطيه للكمبيوتر، تمام. هلا هون نيجي، هل تعليمي هاي صح؟ آه والله صح ترجمها ونفذها. طب هل التعليم هاي صح؟ لا والله مش صح. خلاص اعمل رول باك. هلا لاحظ هون في العبء، عمل اربع في العبء. اذا كان برنامجك فيه اخطاء الانتربريتر بطيء، لانه بكون نفذ يعني ترجم ونفذ ترجم ونفذ، فوصل مثلا باخر جمله بالبرنامج هي الغلط، صار هذا عبء على الجهاز. هلا الملاحظه اللي بدي اياك تفهمها، اذا برنامجك يعني معلق، في واحد بيقول طب ليش عاملين شيء اسمه انتربريتر وليش شيء اسمه كومبايلر؟
يعني بالنهايه هلا الكمبيوتر صار الكمبيوترات كلها سريعه، يعني مش هالفارق العظيم اللي راح تشوفه بين الكومبايلر والانتربريتر. هلا انا بحكيها هيك كالتالي، واحد بيقول لي مين الافضل، بقول له حسب طبيعه برنامجك. في برامج بنسميها ريال تايم سيستم، واحد بيقول لي كيف يعني ريال تايم سيستم؟ استجابه لحظيه بالثانيه، بدي اياها تك تستجيب. هاي بالعاده بحطوا معها انتربريتر، الانتربريتر اسرع بالتنفيذ. او خلينا اوضحها بشكل اوضح او فهمك شو الميزات بين الكومبايلر والانتربريتر. هلا اجمالا اجمالا خلينا هيك اشرحها، انت دائما بتشتغل تحت بلاتفورم. واحد بيقول شو يعني تحت بلاتفورم؟ يعني احنا هلا مشغلين برنامج الجافا تحت بيئه ويندوز. تحت بيئه مين؟ ويندوز. ويندوز فالبلاتفورم تبعتي ويندوز. فهلا انا لما احكي للكمبيوتر ترجم هذا البرنامج مجازا استخدام كومبايلر او انتربريتر، بده يترجمه لتعليمات ويندوز اللي بتبعت الويندوز، هي اللي بتخاطب السي بي يو. طيب قول واحد حلو ترجمته لتعليمات ويندوز، مش انت دائما بقول لك بتبرمج البرنامج وتخلص التستنج منه، بعدين تعطي الملف التشغيلي تبع البرنامج للناس، تعطيهم مش ملف الكود، الملف التشغيلي. الملف التشغيلي بيكون مهيئ ليشتغل تحت بيئه معينه، تحت بيئه ويندوز. هلا انا كاتب برنامج تحت بيئه ويندوز مثلا بلغه سي، خلينا احكي عن لغه سي مش احكي عن جافا عشان هلا اوضح شو ميزه الجافا. بلغه سي كتبته تحت بيئه ويندوز، شغله على اي جهاز في الدنيا ويندوز بيشتغل. طب لو اخذته على جهاز نوعه ماك بيشتغلش. ليش؟ لانه تم ترجمته لبيئه ويندوز، لتعليمات ويندوز اللي هي بتخاطب السي بي يو بنفذه. هذا كومبايلر اسمه. طب واحد بيقول طب اذا بدي اعمله على الماك، بقول له روح برمجه على الماك وخليه يترجم، خلي الكومبايلر يعمل له كومبايل ويحوله لتعمل تعليمات الماك وشغله بصير يشتغل. طب اذا عملته على الماك بقدر اشغله على الويندوز؟ لا. طب والانتربريتر؟ هلا طلع شو احسن مثال للانتربريتر. الجافا هي احسن مثال للانتربريتر. الجافا دائما بقول لك write it once run it anywhere، اكتبه لمره واحده وشغله وين ما بدك تحت اي بيئه. واحد بيقول لي كيف؟ الجافا مبدأ شغلها فيها كومبايلر وفيها انتربريتر، فيها التنين. هلا بتسمعوا انتم دائما بقول لك في شيء اسمه الجي في ام، جافا فيرتشوال ماشين. 99.9 من اجهزه الدنيا الالكترونيه فيها الجي في ام. طب واحد بيقول شو هي الجي في ام؟ برنامج الجافا برمجه تحت اي بيئه، تحت بيئه ويندوز، اندرويد، ماك، لينوكس، اللي بدك اياه روح اشتغل تحت اي بيئه. هلا في الجافا لما تكتب برنامج بيعمل له هون نسميها بيلد. بيلد يعني اعمل له كومبايل، شيك هل في اغلاط ولا لا. اذا ما فيش في اغلاط ابني، بس ببنيهوش تحت بيئه ويندوز، ببنيه بسميه بايت كود، بيعمل لي ملف ثاني وسيط اسمه بايت كود. هذا البايت كود هي تعليمات خاصه مش لاي نظام، انما تعليمات خاصه للجي بي ام اللي هي الانتربريتر. الانتربريتر هو هذا الجي بي ام، موجود على كل اجهزه الدنيا، يعني على جهازي موجود اللي هو تحت بيئه ويندوز، على الماك موجود اللي هو تحت بيئه اللي هو الماك او اس، على الاندرويد على الخلويات موجود. طيب انا عملت برنامج جاب هاي تحت بيئه ويندوز، رحت وديته لماك او رحت وديته للموبايل اللي هو اندرويد، لما يجي تشغل البرنامج بتاخذ الجافا البايت كود اللي هو الكود اللي تترجم من خلال الكومبايلر، بتحكي هلا بتطلع الجي بي ام. انا تحت بيئه ويندوز فمباشره باخذ البايت كود وبترجمه لتعليمات مين؟ ويندوز. كومبايلر ويندوز. تمام. طب انا بشتغل على موبايل اللي هو اندرويد على سبيل المثال، الجي بي ام بتاخذ البايت كود تبعه وبترجمه لتعليمات مين؟ اندرويد. طب انا بشتغل على جهاز مثلا ابل اللي هو الاي او اس ايفون مثلا، باخذ الجي بي ام تعليمات برنامج اللي هي البايت كود بترجمها لتعليمات مين؟ اللي هي اي او اس، اللي هو الانتربريتر مستخدم للترجمه اللحظيه، لانه انا ما بعرف شو البلاتفورم بشتغل عليها. فالكومبايلر خلص بكون صدر وانتهى لبيئه معينه محدده. الانتربريتر شو ميزته؟ انه انت بتكون حاطط انتربريتر بتطلع شو النظام بدي اشتغل عليه ترجم له. هلا الجافا شو الفكره الذكيه فيها؟ قالت لك قواعد اللغه اذا واحد خالفها الكومبايلر بشيك عليها. فهلا مجرد ما البرنامج يعني كتبه اليوزر وترجمه خلص على اكيد برنامجي صح. فبالتالي لما اعطيه للانتربريتر، الانتربريتر فيش داعي يشيك مباشره، ايش بس يسوي؟ ترجم ونفذ، ترجم ونفذ، ترجم ونفذ. فبالتالي تلاقيها اشتغلت يعني على اي بيئه بدك اياها. وصلت الفكره كيف؟ هلا مين الاسرع اذا الملف فيش فيه اخطاء؟ الكومبايلر. خلينا نيجي نحكي يعني من ناحيه عبء للاسرع للمبرمج مثلا، من ناحيه للمبرمج، للمبرمج الكومبايلر احسن.
ليش؟ لأنه بصير يترجم الأخطاء، يطلع في خطأ، مش بصير ترجم منفذ، ترجم منفذ زي الانتربريتر، في خطأ خلص بيحكي لك اعمل رول باك، بينما الانتربريتر يترجم وينفذ. فهون العبء بالنسبة للمبرمج، الكومبايلر أسرع من الانتربريتر. بالنسبة للتنفيذ، مين بينفذ أسرع؟ الانتربريتر أسرع. يعني هون المفارقة حسب السيناريو. وميزة الانتربريتر إنه بيترجم لحظي، يعني انت لما بدك تشتغل على، بدك تعمل برنامج يشتغل على عدة بيئات مش على بيئة واحدة، اختار انتربريتر عشان ترجمها بلحظتها حسب النظام. اذا بشتغل على بيئة واحدة مثلا، خلص دائما على اكيد اشتغل لويندوز انا، بس ما بدي غير ويندوز، بقول له لا روح اعمل على الكومبايلر خليه يترجم مباشرة تعليمات ويندوز وسلم هذا المترجم للناس يشتغلوا على ويندوز. فهمنا شو الفكرة فيها؟ فهي الكومبايلر وهي الانتربريتر، هاي الرسمة بتوضحها. بدي بالتعريف دائما الطلاب بخربطوا فيها. فلاحظ الكومبايلر is a program that طلع بس أهم إشي له، بس شو بيسوي؟ ذات translates. شو يعني translate؟ بترجم أو بحول، بحول التعليمات تبعتك للغة الآلة فقط، بترجم. هاي translate a high level language program into a separate machine language code. A separate يعني كم لغة machine language واحدة، يا لتعليمات ويندوز يا لماك يا لآي أو أس يا لآي أندرويد بس. بينما طلع الانتربريتر is a program both. شو يعني both؟ انت شغلتين، translates and executes، يترجم وينفذ the instructions in high level language program. ما حكى ان a separate زي هون، بترجم وبنفذ تعليمات برنامجك، مش ل separate machine language، مش بنتجها زي الكومبايلر بس خاصة في بلاتفورم واحدة، إنما هذا لعدة لغة. فبتطلع شو والله البيئة بتشتغل عليها، بترجم عليها مباشرة وبخلي السي بي يو ينفذ. هذا هو الإيش؟ الانتربريتر. مصطلحات أساسية، البرنامج اللي بكتبه المبرمج إيش بنسميه؟ source code. يعني عندما ينحكى قدامك source code is the statement that programmer writes in high level language. مجموعة التعليمات اللي بكتبها المبرمج في الهاي ليفل لانجويج هاي شو بنسميها؟ source code. الأوبجكت كود، في عندنا source code وفي object code. ذا source code after compilation or interpretation. يعني شو هو الobject code؟ هو نفس source code اللي تم ترجمته للغة الآلة، هذا هو source code. شو يعني نحكي syntax error؟ شو يعني syntax قواعد؟ syntax error يعني خالفت القواعد، اللي هي خطأ في كتابة source code، زي إني أنسى أو أخربط في spelling لكيورد. يعني مثلا هنا قاعد احكي له مثلا بدال سيستم كتبت سيستم ونسيت الاس، هاي مس سبيلينج، هاي اسمها خربطت في كتابتها على سبيل المثال. فهاي مس سبيلينج مثلا انت، وانا قاعد بكتب كتبت مثلا مع سرعه هيك كتبت، بدال ما اكتب اي ان دي كتبت ان اي تي، هذا اسمه سنتكس ايرور. او خالفت الشروط، شلت فاصله او شلت قوس او كذا. طب هلا يعني شو يعني سنتكس ايرور؟ يعني اخطا في تعليمات اللغه، اخالف شروطها، سواء من شو اسمه، من صيغة كتابة، من سبيلينج، أنسى مثلاً عملية، مثلاً أحكي له X 10، شو X 10؟ X زائد 10 ولا X تساوي 10 ولا X قسمة 10 ولا X أكبر من 10؟ ما بعرف. هون هاي اسمها syntax error مثلاً. لما أجي أعمل زي هيك لازم أحدد شو الرابط، شو بناتهم، هاي نسميها syntax error. طيب فلاحظ syntax error هي الخطأ في تهجئة كلمة أو في الرموز الخاصة أنك تكتبها، أو العمليات الحسابية أنك ما تكتبهاش بشكل صحيح. انه مثلا احكي 3 زائد واقف 3 زائد ايش على سبيل المثال، هاي بنسميها سنتكس ايرور. طب في واحد بيقول لي في دائما نسمع في شيء اسمه سنتكس ايرور، في شيء اسمه لوجيكال ايرور. مين بيقول لي شو هو اللوجيكال ايرور؟ العمليات المنطقيه يعني زي زائد وناقص. دكتور اللوجيكال ايرور بنفذ البرنامج بس ما ببين عندي الخطا، يعني بنفذ البرنامج بشكل صحيح بس ما بكون عارف انه في مس اندرستاندينج. هيكم انتم حكيتوها بالهي. خلينا ابسط لكم اياها. شو هو اللوجيكال السنتكس ايرور؟ تخطا في قواعد اللغه. اللوجيكال ايرور خطا في قصد المبرمج. واحد بيقول كيف يعني؟ يعني بكل بساطه، هلا انا المعادله اللي اجتني اللي طلب مني ابرمج البرنامج، قال لي عمي هاي المعادله، رحت انا سهوا وانا بكتب، بدال ناقص حطيت زائد. هلا هون انت بهمنيح، الكمبيوتر بتطلع على هاي الجمله، على هاي المعادله، هل خالفت قواعد الكتابة للغة السنتكس؟ لا، ما في سنتكس إيرور هون. هلا اللوجيكال إيرور هو ليس خطأ في الكتابة، خطأ في مقصد المبرمج. فأنا سهوا وأنا عم بكتب
مثلا يعني احنا طلع هلا بالاساس هي ناقص، فالمفروض لما على الناقص اعمل اف 6 هيك اللي هي التشغيل، قديش تطلع النتيجه؟ 9.5. فهو انا قاعد بكتب يعني قبل ما انفذ حطيت هنا زائد سهوا جل من لا يسهو كتبت زائد. هلا هذا مش خطا، مش سنتكس ايرور. هلا اجيت عملت رن، هاي برنامج اشتغل. لو في سنتكس ايرور ما راح يشتغل لانه راح يوقفني الكومبايلر ويوقف في عنده خطا. طب ايه بشتغل؟ طب يعني ايه الجواب بيطلع 10.5؟ طب ما انا حاسبها بمخي 9.5، ليش طلع 10.5؟ انا طلع 10.5 لانه في عندي لوجيكال ايرور. اللوجيكال ايرور ما بوقف الكمبيوتر عليه، ما بوقفك الكومبايلر عليه، لانه ما بيعرف شو قصدك. انا قصدي اطرح، رحت سهوا كتبت للكمبيوتر بدال طرح ايش جمع. شو دخل الكمبيوتر؟ هو داخل جوا عقلك او جوا قلبك والله انا عارف شو بده، ما بعرف. مثلا بقول له اقرا، بدال ما اقول له اقرا قلت له اطبع. هلا انت كتبت صيغه صحيحه الي انا ككمبيوتر بنفذها، هلا انت شو مقصدك؟ انا ما لي علاقه. هذا اسمه اللوجيكال ايرور. فهمنا شو هو اللوجيكال ايرور؟ اللوجيكال ايرور انه انت خطا في مقصد المبرمج كصيغه كاتب صح، بس قصدك خالفته انت، انت غلط عليك انت، مش على الـ على الـ شو اسمه على الجافا او على الكومبايلر تبعك. فالسنتكس ايرور خطا في قواعد اللغه، اللوجيكال ايرور خطا في مقصد المبرمج. طيب عشان نفهم شغله، البرمجه زمان كنا، او خلينا عشان اوضحها، في دائما بقول لك الاي دي ايز، يعني كثير من طلاب البرمجه بلاقيهم بيقول لي اي دي ايز اي دي ايز. طب شو هي الاي دي ايز؟ اللي هي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. بقول له طيب هلا هاي لاحظ برنامج الجافا شو حكي لي، هذا اسمه هون هي اذا بتقراوها اي دي اي. شو يعني انتجريتد؟ انتجريتد يعني ايش؟ مدمجه، يعني تم شبكها مع بعض. ديفلوبمنت يعني برمجه تطوير، تمام. اي انفايرمنت بيئة تطوير مدمجة. واحد يقول لي طب شو يعني؟ عشان تفهموا قبل ما نشتغل على النت بين زمان كيف كنا نبرمج؟ كنا نروح نجيب محرر نصوص. يعني أنا زمان لما كنت أشتغل على الجافا مثلا آجي أحكي هون بدي محرر نصوص، أفتح هاي البرامج اللي عنده أشوف مين بكتب نصوص، الوورد بكتب نصوص، النوت باد بكتب نصوص، التكست باد بكتب نصوص، اللي بدك إياه، المهم محرر نصوص. فأكتب الكود تبع برنامجي. هلا إذا كتبت الكود خلص هذا نص مكتوب. طيب عشان أبلش أفحص فيه كنت أروح أجيب برنامج تاني مستقل. هلا كتبت عملت فايل كود اللي هو السورس كود، أروح أجيب برنامج اسمه كومبايلر أو انتربريتر. أجيب كومبايلر أو انتربريتر، كنت في برنامج تاني مستقل لحاله يعمل يفحص كودي، أروح أدخله على الكومبايلر، آه والله صح، آه صح، مش صح، أرجع على الإديتور أرجع أعدل عليه، برنامج تاني. طيب بعد ما عملت كومبايل ونتج المشين لانجوج منه، طب بدي اشغله اشوف انه والله شغال، يعني قبل ما اسلمه للناس والله بدي اعطيهم هذا ولا هم والله شغال وانا مش متاكد منه. رحت اجيب برنامج ثالث ايش اعمل عليه؟ تيستينج، اللي هو يعمل له رن. فكانت البرمجه دائما بدك ثلاث برامج مستقله، محرر نصوص وكومبايلر او انتربريتر وبرنامج عشان تعمل عليه رن او تيست لبرنامجك. فكنت اضطر استخدم ثلاث برامج. صار اقول لك عشان نريح المبرمجين صرنا نعمل لهم انفايرمنت، بيئة كاملة متكاملة انتجريتد فيها إديتور. هاي إديتور، هاي أعطتني النت بينز، هاي هي هاي اي دي اي. فعندي إديتور معاها كومبايلر ومعاها ايش؟ تستر. فهي انا كتبت كودي، ها اعمل له بيلد يعني شيك عليه، يس ارجع ابني، هاي شيك عليه، لاحظ شيك وما اعطانيش اي رسالة خطأ، فمعناته ترجم للغة الآلة. طب بدي قبل ما اسلمه للناس اعمل له رن، ها هاي رن هون، هاي عمل رن وهي حسب نتائج، هاي عملت تست. فعملت الإيديت اللي هي تحرير النصوص، وعملت الكومبايل، وعملت الرن على كم برنامج؟ واحد. هذا البرنامج زي هيك إيش بنسميه إحنا؟ IDE. اللي هو فيه تكست إديتر، وفيه كومبايلر أو إنتربريتر زي ما بدك، وفيه تولز عشان إيش أسوي؟ لمين؟ للتست. هذه هي IDEs. IDEs هي Integrated Development Environment. دكتور مش نفسه IDM؟ لا، بعرف شو IDM. أها. اختصار، ما في عدة اختصارات، إيش هو الـ IDM؟ ما بعرف، إذا أنت بتعرفه احكي لي. هلا IDE Integrated Development Environment، هذا المصطلح بنحكيه على أي برنامج بتيح لك تبرمج وبتيح لك ثلاث شغلات، محرر نصوص ومعاه كومبايلر ومعاه تستر. هذه هي IDE. تمام؟ هلا IDM بعرفش شو هي. طيب تعالوا شوفوا معي، خلينا نيجي نعمل تشيك بوينتس نشيك على حالنا. CPU، وطبعا تستعجلش في الإجابة خاصة يوم الامتحان، ما هو راح أجيب لك تقريبا فير من هدول، راح أجيب لك
من اللي شرحناه راح اجيب لك ترو فولس، املأ الفراغ، ضع دائره من مكونات هاي. تعال نشوف هون. A CPU understand instructions that are only written in what language؟ يعني ماشين لانجويج. ايوه ماشين لانجويج. باينري. اللي هي باينري، هلا الاصح ما نحكيش باينري، ايش نحكي؟ ماشين لانجويج. ماشين لانجويج. هو طبعا هم التنتين صح يعني، يعني ما هو الباينري وبالنهايه ماشين لانجويج، بس الاصح ايش احكي؟ ماشين لانجويج. في الامتحان ما راح احط لك مثلا كخيارات، مثلا بقول لك السي بي يو بفهم اللغه الانجليزيه ولا الهاي ليفل لانجويج ولا الاسمبلي لانجويج ولا الماشين لانجويج. ماشين لا تقول لي ماشين لانجويج. طبعا مستحيل اكون حاط لك بالخيارات باينري لانجويج وماشين لانجويج، يعني ما بحطش التنتين، واحده منهم على الاكيد، لانه التنتين لو بدي احطهم بيعتبر واحده منهم صح، او يعني تعتبر التنتين صح، بس الاصح احكي ماشين لانجويج، مش راح اجي اقول لك من الاصح. طيب A program has to be copied into what type of memory؟ يجب أن يتم نسخ البرنامج على أي نوع من الذاكرة each time that CPU executed. Main memory. Main memory. Main memory. فإنه هاي ميزناها، فأي برنامج يتم تنفيذه لازم يتم تحميله على الرام. طيب when a CPU execute the instruction in a program it's engaged it engaged. يلا هاي انا معلوم اخذ هاي الاسئله من الكتاب، يعني معقول هم غلطانين. it engaged لازم it is engaged in it is engaged in what process. طيب لما الكمبيوتر لما السي بي يو يجي ينفذ تعليمه بيعمل دوره، شو اسمها هاي الدوره؟ بتتكون من ثلاث خطوات. الفيتش كود اكسكيوت 100% فيتش كود اكسكيوت. تمام. what is assembly language؟ هي لغه برمجه اختصرت الماشين لانجويج لا اختصارات لغويه بسيطه اللي هي المونومكس، سهلت على المبرمجين يشتغلوا فيها. طبعا هاي مش راح اجيبها زي هيك، راح اجيب لك شيء فيها مثلا مين لغه البرمجه اللي فيها مينيمكس. اقول لك مثلا الهاي ليفل لانجويج ولا الاسمبلي لانجويج ولا الماشين لانجويج ولا الانجليش لانجويج، كل اللي بتحكوا على المينيمكس الاختصارات اللي هي الاسمبلي على سبيل المثال. What type of programming language allow you to create powerful and complex program without knowing how the CPU works؟ ما هي نوع لغات، ما هي اللغات البرمجة اللي بتسمح لك إنك تنشئ برامج قوية ومعقدة، تمام، ومعقدة بدون ما تعرف كيف السي بي يو بيشتغل؟ هاي ليفل لانجويج. ليفل لانجويج. بالماشين لانجويج لازم أكون فاهم كيف السي بي يو يشتغل، بالأسمبلي نفس الشيء فاهم كيف السي بي يو يشتغل، بينما في الهاي ليفل لانجويج أنا ما إلي كيف السي بي يو بيشتغل، أنا عم بكتب بصيغتي أنا كبني آدم، يعني ما إلي إنه كيف الكمبيوتر بنفذ هاي التعليمة. هاي بدي برمجها بالماشين لانجويج بده يوضح. اول شيء مثلا اعطي الاولويه قسم الثلاثه على سته، اللي نتج عنهم اجمعوا للاكس، اللي نتج عنهم اجمعوا للواي، بدي افصلها ستيب ستيب. هذا في الماشين لانجويج وفي اللو ليفل لانجويج زي الاسمبلي، بينما بالهاي ليفل لانجويج ما الف هاي التعقيدات. طب وين وصلنا؟ هون. Each language has a set of rules that must be strictly followed when writing a program. كل لغة برمجة لها مجموعة من القواعد. سنتكس. سنتكس. سنتكس رول. سنتكس رول هذه. طيب. What do you call a program that translates high level language؟ تعجلوش. High level language into high level language into assembly machine language. اللي هو الكومبايلر. كومبايلر. لأنه فقط إيش حكيت؟ translate. بينما. كومبايلر. كومبايلر. بينما الثانية حكيت هيو what do you call a program that both translate and executes، يعني بترجم interpret. هذا اسمه هذاك بس بترجم، هذا بترجم وبنفذ. طيب what type of mistakes is usually used by misspelled keyword a missing punctuation character or incorrect use of an operator. syntax error تنتج عن خطأ في التهجاية أو خطأ في استخدام الرموز الخاصة البنكتويشنز إشارات اللي هي الرموز الخاصة، خلينا نحكي والأوبريترز والعمليات، هذا اسمه syntax error. syntax error. طيب هاي ميزنا على syntax error نسميها، مش error، syntax error، لأنه في logical error وفي syntax error. إحنا نحكي هلأ هون لما أخطأ في صيغة كتابة هذا اسمه syntax error، لما أخطأ في المقصود قصدي اجمع، بقول لك انا مثلا يعني كيف طلع كيف اللوجيكال ايرور، بقول لك مثلا معرفش انا شاشتي معكوس عليكم، بقول لك روح لليسار، روح لليسار وانا قاعد بحرك لك ايدي مين اليمين،
هلا هذا اسمه هذا ما اسموش سنتكس ايرور، هذا اسمه لوجيكال ايرور. يعني قاعد بشتتك، قاعد بقول لك روح لليسار وانا بشر لك بيدي لليمين، بقول لك اطلع لفوق وبقول لك اطلع لتحت هيك، وبشر براسي لتحت. تمام، والله هذا طلعت اصلع انا. طيب نرجع نكمل. تمام، هلا نيجي نحكي هون نحدد انواع السوفت وير. طبعا السوفت وير يعني برنامج، بروجرام، اللي هي البرنامج اللي برمجه المبرمج. اي برنامج بنشغل على الكمبيوتر يمكن تصنيفه، طبعا دائما في عده تصنيفات لهم. خلينا نيجي نعتمد التصنيفات اللي هي العلميه او الرسميه. يعني واحد، اني سوفت وير كان كاتيجورايزد از ا سيستم سوفت وير اور ابلكيشن سوفت وير. يعني دائما التطبيقات بتعملها يا شيء يخدم النظام، يا شيء ابلكيشن سوفت وير يعني يخدم احتياجات المستخدم. في شيء بخدم لتشغيل النظام اللي انت بتشتغل عليه، تشغيل الكمبيوتر، في شيء بخدم احتياجات المستخدم. فالسيستم نسميه سيستم سوفت وير، ابلكيشن شو بسميه اللي هو اليوزر سوفت وير او اللي هو بخدم احتياجاتهم. طب تعال نشوف. واحد بيقول شو يعني سيستم سوفت وير؟ A program that control and manage the basic operations of a computer. هو عبارة عن برنامج يتحكم ويدير العمليات الأساسية في الكمبيوتر. يعني واحد بيقول لي كيف؟ يعني أوضح مثال، تعال نفهم شو هو سيستم سوفت وير. هلا أول ما تشتري جهازك، تروح تشتري مثلا لابتوب، بقول لك بدك تشتري مع ويندوز ولا لا؟ واحد بيقول له لا بديش اشتري ويندوز. هذا هو السيستم. ثواني. حلو. هلا لو واحد تنح لهم بديش ويندوز، قال لهم خلاص هاي سحبنا مثلا سي دي الويندوز او فلاشه الويندوز، شلناها حطيناها في الجهاز، روحت على الدار شغلته. هلا لما تشغله بضوي كهرباء، طب بعدين شو راح يصير؟ راح يضل واقف الكمبيوتر لانه ما في عليه برنامج يشغله يدير الاوبريتنج سيستم. ايوه الاوبريتنج سيستم. فاول مثال على السيستم سوفت وير هو الاوبريتنج سيستم. شو وظيفه الاوبريتنج سيستم؟ لما تشغل كمبيوترك يصير يعرض لك هالشاشه ويعطيك بيئه اللي هي الانترفيس، هل النوافذ هاي اللي قدامك، هاي ايكونات، اكبس دبل كليك فتحت ماي كمبيوتر، شفت وحدات التخزين، بقدر اعمل عمليه نسخ بيانات، بقدر احذف هذا الفايل، بقدر اقول له روح اطبع. هاي الميزات اللي اخذتها هاي ما اجت بتجيش هيك مع الهاردوير لحالها، في برامج تدير الهاردوير تبعت الجهاز. فاول مثال على السيستم سوفت وير اللي هو الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، اللي هو برنامج بتنزله عشان يدير جهازك لما تشغله، وبعد ما تشغله كمان هو اللي بيشغل باقي البرامج. يعني هلا كل البرامج بتنزلها على جهازي راح تشتغل تحت بيئه الاوبريتنج سيستم تبعي، تحت بيئه ويندوز مثلا. هلا هون نحكي ذا موست فاندمنتال. شو يعني فاندمنتال؟ اساسي، يعني بدونها ما بيشتغل الكمبيوتر، فاضي بيصير. فاندمنتال سيت اوف بروجرامز، لاحظ هو مش بس تعليمي، هو مجموعة برامج on a computer، هو مجموعة البرامج الأساسية اللي بتشغل الكمبيوتر. إحنا بنسميها هاي مجموعة البرامج بنسميها operating system. هي هلأ الويندوز هي ليست برنامج واحد، هي عدة برامج تم دمجها في باكيج واحد بنسميها إيش؟ ويندوز. شو بتسوي هاي البرامج؟ controls computer hardware، هي بتتحكم في الهاردوير. يعني هي بتنظم لك مثلا بتشغل الماوس، بتشغل الكيبورد، الشاشة، بتعرفها، بتتعامل مع البرينتر مثلا، توجهها اذا شابكها عليها. هاي تتحكم في الهاردوير تبعت الكمبيوتر. مانج اول ذا ديفايسز كونكتد تو ذا كمبيوتر، وتدير الاجهزه المشبوكه مع الكمبيوتر. يعني شابك سماعه، شابك برينتر، بروجيكتر، الويندوز هي اللي بتديرها، تبعت لها الداتا، بتاخذ منها داتا. سيفز اند ريتريفز داتا فروم ستورج، هي اللي بتخزن وبترجع البيانات من وحدات التخزين زي الهارد ديسك، زي اليو اس بي، زي السي دي. And allow other programs to run on the computer. وتسمح للبرامج الأخرى بأنها تشتغل على الكمبيوتر. يعني واحد بيقول لك إيه؟ يعني واحد بيقول لي أنا جبت كمبيوتر مش منزل عليه ولا أي operating system، وجبت برنامج الرسم. طب لو حطيت برنامج الرسم بالفلاش هيك، حطه وشبكته على الكمبيوتر، هل راح يشتغل؟ لا. بدك واحد يفهم إنه اسحب الداتا هاي الموجود على الفلاش أو البرنامج تبعك موجود على الفلاش وحمله في الرام عشان يقدر السي بي يو يشغله. مين المسؤول عن هاي الشغلات؟ operating system. الاوبريتنج سيستم هو اللي بيدير الكمبيوتر تبعك، اللي هو من امثلته، اوضح امثلته ويندوز، ماك او اس اللي هو تبع اجهزه الابل، يونكس، لينكس، لينوكس، اي او اس، اندرويد، هذول اكثرهم شيوعا. تمام، فالاوبريتنج سيستم هو الاساس، هذا لازم يكون موجود عندك. طب واحد بيقول اوكي، طب في شيء اسمه يوتيليتي بروجرام. يوتيليتي يعني نحكي ادوات. واحد بيقول طيب، هلا اليوتيليتي هي للتحسين،
الاوبريتنج سيستم فاندمنتال. شو يعني فاندمنتال؟ اساسي لازم يكون موجود. اليوتيليتي شيء اديشنال بيحسن في اداء الكمبيوتر، يساعد الكمبيوتر على انجاز مهمته بشكل احسن. طيب شو هي بيرفورمز اليوتيليتي؟ شو هي اليوتيليتي؟ بيرفورمز ا سبيشالايزد تاسك ذات انهانسز ذا كمبيوتر اوبريشنز اور سيف جاردز داتا. اذا هي مجموعه من البرامج بتحسن في اداء الكمبيوتر وبتحمي بياناته. مثلا من اوضح امثلته الفيروس سكانرز اللي هي مضادات الفيروسات الانتي فايروسز اللي بشيك انه مثلا انا شبكه فلاشه فيها فيروس، هذا الاوبريتنج سيستم ما بيميز انه هذا برنامج ضار ولا مش ضار. في برامج بتيجي بتنزل مع الاوبريتنج سيستم عشان تساعده. ليش؟ مثلا الفيروس اذا اجى نسخ حاله جوا الجهاز مثلا ممكن يسوي مثلا اول نقطه يحرق قطعه في الكمبيوتر، او يصير يعبي بيانات في الرام مع شيء فاضي فيستهلك الرام فبطل الوسع في الرام فبصير جهازي بطيء على سبيل المثال، او بصير يسرق مني داتا. فالفيروس سكانرز هاي من اليوتيليتي بروجرام. الفايل كومبريشن بروجرامز ملفات الضغط او برامج اللي بتضغط البيانات، مثلا انا عندي فايلات كثير حجمها اذا بحطها زي هيك فرط بتاخذ حيز كبير، باخذ برنامج كومبريشن. شو بسوي الكومبريشن؟ بضغط البيانات فبتيح لي حيز اكثر في جهازي احط فيه داتا، فهذا حسن في اداء الجهاز ولكن ليس هو اساس عشان يشتغل الجهاز. يعني اذا مش موجود عندي فايروس سكانر ولا كومبريشن اشتغل جهازي، بس اذا مش موجود عندي ويندوز مش راح يشتغل. تمام. داتا باك اب اللي هي اخذ نسخ الاحتياط، هذول كلهم شو بنسميهم؟ يوتيليتي بروجرام. تمام. الديفراجمنت، بتعرف شو الديفراجمنت؟ في حدا بيعرف شو الديفراجمنت؟ ما حدا بيعرفها صح؟ طيب الديفراجمنت مثلا لما تيجي تخزن على الجهاز بتكون البيانات، هلا انا لما بخزن اغنيه لا تخزن ورا بعض، احنا حكينا الهارد ديسك هو عباره عن سلندر فيها مسارات وفيها سيكتورز، في تراكس وفيها سيكتورز، يعني الاغنيه مخزنه على 6 سيكتورز، فبالعاده ما بيكونوش ورا بعض، ممكن يكون واحد هون واحد هون واحد هون واحد هون. هلا الديفراجمنت اول وظيفه له انه يحاول يرتب الداتا تبعت الفايل الواحد ورا بعض عشان يكون الوصول لها اسرع، مش اروح اقرا المعلومه من المسار الاول بعدين الثاني بعدين الثالث، لا خلص كلهم تحت بعض على السريع بسترجع. ثاني شيء مرات بدي يعني بلاحظ انه قاعد بوزع في فراغات عندي في السيكتور، هاي الفراغات الافضل انه ما اخليهاش موزعه، ارص الداتا كلها مع بعض واترك الفراغات متاحه للكتابه مباشره ورا بعض عشان اسرع عمليه الكتابه واسترجاع البيانات. هذه بنسميها ايش؟ يوتيليتي بروجرام. طيب في سوفت وير ديفلوبمنت تولز اللي هي بكل بساطه قبل ما اشرحها اللي هي لغات البرمجه. السوفت وير ديفلوبمنت تولز اللي هي ادوات البرمجه اللي هي زي هاي زي النت بينز اي اي دي اي هي سوفت وير ديفلوبمنت تولز، هاي برضه تعتبر من السيستم من السيستم من اللهم صل على سيدنا محمد سيستم سوفت وير اللي هي لغات البرمجة اللي بيستخدمها المبرمجين عشان ينشئوا ويعدوا ويفحصوا البرامج وبيحتوي على assemblers أو compilers أو interpreters، هدول بنسميهم إيش؟ system software. هدول الثلاثة هم system software أو أمثلة system software. بينما في شيء اسمه application software. شو هو application software؟ programs that make a computer useful، برامج تجعل الكمبيوتر مفيد for everyday tasks، مفيد للوظائف يعني الاحتياجية لكل يوم. زي إيش؟ زي المايكروسوفت أوفيس، زي الإيميل، الويب براوزرز، الجيمز بروجرام، برنامج البينت، الرسم. هاي برامج توفي باحتياجات المستخدم، هاي شو بسميها؟ أبليكيشن سوفتوير. طب هل هي فاندمنتال أساسية إذا ما نوجدش على الجهاز بيشتغل بدونها؟ نعم بيشتغل بدونها إذا مش موجودة. بينما السيستم سوفتوير هي فاندمنتال لازم تكون موجودة، وأهم واحد فيهم مين هو؟ اللي هو الاوبريتنج سيستم، بدونه ما بيشتغل الجهاز. فلاحظوا هون what fundamental set of programs controls the internal operations of a computer hardware. وهي خيارات اوبريتنج سيستم هو سيستم سوفت وير. لا الناس بتحكي سيستم سوفت وير، الاوبريتنج سيستم. هلا انت بتجدوا لي سيستم سوفت وير لو كان هي الخيار موجود بقول لك صح لحالها، بس اذا كان موجود معها اوبريتنج سيستم الادق ايش احكي؟ اكيد اوبريتنج سيستم. فانا مثلا ممكن ايش يكون بالخيارات؟ هاي اي وهي بي وهي سي وهي دي، فمباشره ايش بدك تحكي لي؟ اوبريتنج سيستم. مثلا هون نيجي نحكي what do you call a program that perform a specialized task، يقوم ماذا تسمي برنامج يقوم بوظائف خاصه such as virus scanners file compression data backup
وهي يوتيليتي بروجرام. تمام. طب وورد بروسيسنج بروجرامز، سبريد شيت بروجرامز، ايميل بروجرامز، ويب براوزرز اند جيم بروجرامز بيلونج تو وات؟ ابلكيشن سوفت. هيك بنكون يعني وضحنا المعلومات الاساسيه للكمبيوتر. اه عمرو اسال لذلك. في سؤال عمرو ولا سهو الرافع اذا؟ طيب ما فيش كلام. هلا هيك هي يا شباب، احنا خلصنا بنكون الشابتر الاول. احنا خلصنا ايش؟ الشابتر الاول. طبعا احنا على السيلبس زي ما ورجيتكم، هو المفروض بالاسبوع الاول اخلصه. انا ما بلتزمش وقت السيلبس، انا بهمني ان شاء الله باذن الله، باذن الله حغطي كامل الماده معكم مو براحتنا يعني. بهم عندي انه انت كطالب تميز لمين حكي، مين حكى قدامك مصطلحات. مثلا واحد بيقول لي كيف يعني حكى قدامي سيستم سوفت وير، يعني مدرك انه سيستم سوفت وير شيء بيدير نظام، ابلكيشن سوفت وير والله هو برنامج للمستخدمين. تمام. انحكى قدامي سي بي يو شو يعني؟ انحكى قدامي مثلا مين ميموري شو يعني مين ميموري؟ تمام. انحكى قدامي كلمه مثلا انستراكشن سيت اسمبلي او اسمبلر او مثلا كومبايلر انتربريتر، اكون مميزهم. تمام. هلا هاي لاحظوا احنا خلصنا هلا تشابتر 1. ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاثنين راح ابلش ب اللي هو تشابتر 2 اللي هو البروبلم سولفينج، اللي هو كيف نصير نفكر في حل مشكله، مش للكمبيوتر ان جنرال، اي مشكله في الدنيا. هلا دائما الذكي راح تشوفوا يعني ان شاء الله خلال المحاضرات الجاي، مثلا واحد عندك مشكله، في ناس عنده مشكله بقول له عندك صارت المشكله هاي، بروح باخذ بالحياه بنسميه باخذ رد فعل. في دائما بالحياه شيء بسموه رد فعل وشيء قرار. شو الفرق بين القرار ورد الفعل؟ رد الفعل انت غزتك ابره ايدك تقعد على السريع تسحبها، فما بتكون تفكر مباشره ايش عملت، رد فعل. فهذا عواقب والله اعلم، انت وشمسك يا شيء منيح يا شيء مش منيح. اللي بده يشتغل صح لازم يكون اتخذ قرار، لما بده يتخذ قرار لازم يكون مبني على دراسه، على ذكاء، مش اعتباطا، اه خلص يلا سوي هيك يلا وخلصنا، لا، بدنا نتعلم كيف نتخذ قرارات ان شاء الله. تمام؟ راح اكتفي لحد هون. دكتور بس ممكن تنزل لنا التشابتر قبل المحاضره مشان نقدر نطلع؟ ان شاء الله اليوم المسؤوليات او بكره بكون نزلت لكم اياه، بنزل لكم اياه على الاسبوع الرابع ان شاء الله. شكرا لك. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. طبعا شابتر 2 راح انزل لكم منه تلخيصين، التلخيص الاول اللي هو ان جنرال، التلخيص الثاني راح يكون اللي هو حسب كتابنا. في واحد يعني انا جايبه مني انه كيف احنا نفكر باليه معينه وامثله مبسطه، وفي شيء للكتاب راح انزل لكم الاول وبعدين الثاني لاني بعدل عليهم شوي شوي، فمش قادر انزلهم دفعه واحده. تمام. هاي الدكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس ثواني عشان المستعجلين، اللي مستعجل يطلع يكتب لي اسمه على الشات، اسمه ورقمه الجامعي على السريع على الشات ويروح. الله يسر امره. خلينا بالله هاي اوقف هاي الشيء، وهي نوقف التسجيل.